دانا رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم بشدة أعمال العنف في اليمن. وأعرب الغانم في رسالة بعثها إلى رئيس مجلس النواب يحيى الراعي تضمنت إدانته واستنكاره وأعضاء مجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة لكافة أعمال العنف والعمليات الشنيعة المرتكبة بحق المواطنين ومنتسبي القوات المسلحة والأمن، والتي أضرت بمصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره وسكينته العامة، مؤكدا موقف الشعب الكويتي الثابت والمطلق والمتضامن بقوة مع الشعب اليمني في مكافحة هذه الأعمال الشنيعة في شتى صورها.